نشرة أخبارية جديدة من قناة الغد المشرق، نبدأها معكم بأبرز العناوين. العاصمة عدن تشهد انطلاق المؤتمر الأول للصحفيين الجنوبيين. الحكومة تؤكد استمرار الميليشيات الحوثية في تعميق حجم المعاناة الإنسانية لليمنيين ورفض خيار السلام. تقارير حقوقية تتهم ميليشيات الحوثي بإنشاء 83 مركزا لتجنيد الأطفال. أهلا بكم. عقدت أولى جلسات المؤتمر الأول للصحفيين والإعلاميين الجنوبيين والعاصمة عدن بحضور عدد كبير ومشاركة عدد من الإعلاميين من مختلف الدول العربية والأجنبية. عرس صحفي وإعلامي يهدف لتأسيس كيان نقابي يلبي طموحات الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين بجميع الأقلام والأصوات الجنوبية الحرة من مختلف الطيف الجنوبي. ندشن اليوم المؤتمر الأول للإعلاميين والصحفيين الجنوبيين، وهي فرصة لالتقاء رجال الفكر ورجال القلم من أجل رفع المعاناة أيضا عن شعبنا من خلال القلم. القلم هو سلاح كبير، ونحن نعتقد أنه هو يستطيع أن يواجه الإرهاب قبل السلاح. الفكر محتاجين له في الجنوب، وإذا رفعنا من قدرة الإنسان على التفكير وقدرته على العمل الصحيح، أعتقد أننا سالكين وماشيين في الطريق الصحيح. هذا الحدث العظيم الذي يعتبر بالنسبة لكل الإعلام الجنوبي تطلعات، لأن يتم توحيد هذا الصف، وبالتالي نستطيع أن نصل رسالتنا إحنا إلى المجتمع الدولي في أهم قضية يتطلع لها الشعب، وهو تحقيق الهدف الأسمى للاستقلال. الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي يخطو نحو استراتيجية جنوبية ترسخ مسار العمل المهني لحماية حقوق الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين. نبارك لكم انطلاق النقابة التي إن شاء الله ستكون يعني درع يحمي الصحفيين وتشجعهم على العمل الإعلامي. فقدت الكثير من الصحفيين في الميدان شهداء، قمنا بتغطيتهم، العالم كله قام بالتغطية، فنتمنى أنه هذا الكيان النقابي يشجع الإعلاميين على النهوض أكثر بقضاياهم وإبرازها للعالم ومناقشتها. ونحن كإعلاميين عرب من نقابات من مؤسسات لكم كل الدعم، ونشارك أيضا لنقل التجربة العربية وإعادة هيبة العمل النقابي أيضا إلى الجنوب، لأنه هذا شيء أصلا موجود ولكن هو الآن يعاني. طبعا الجنوب العربي مورس عليه على لمدى 20 سنة أو أكثر من 20 سنة التكتم الإعلامي طول الوقت، ما كانش في حد بيقدر يعبر عن رأيه أو معاناته غير من خلال طبعا وسائل السوشيال ميديا، وده كمان مؤخرا يعني. لكن كون إن يبقى في نقابة بتدعم الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين فده شيء مهم جدا، وخطوة إيجابية لتأسيس الدولة، دولة الجنوب العربي الحديثة. اليوم نحن نقف أمام وثائق مهمة جدا في هذا المؤتمر، وهي ثلاث وثائق: النظام الأساسي، والتحليل للعملية الإعلامية الكاملة، ونعتقد أن كل المندوبين سيناقشوا هذه الأوراق بشفافية عالية، وسينتخبوا قيادة جديدة تمثلهم. هذه القيادة للنقابة التي سيكون امتدادها لكل المحافظات الجنوبية. المؤتمر الأول للصحفيين والإعلاميين الجنوبيين سيسهم في تشكيل مرحلة جديدة من التطور والتناغم، وذلك لتحسين أداء المؤسسات الإعلامية الجنوبية وتأسيس عملية مبتكرة تجسد ذروة نشاط الإعلام الجنوبي. فاتن اسكندر لقناة الغد المشرق عدن. وإلى ذلك بارك نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هذا الإنجاز المهم الذي سيكون له ما بعده في النهوض برسالة الصحافة والإعلام الجنوبي. انتهزها مناسبة لأن نبارك هذا الإنجاز المهم الذي سيكون له ما بعده في النهوض برسالة الصحافة والإعلام الجنوبي وفي الدفاع عن حقوق ومصالح منتسبي هذا القطاع بكل توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية،
طالهم الكثير من التهميش والإهمال، كما نعبر عن تقديرنا وامتناننا لكل الجهود التي بذلت في الإعداد والترتيب للوصول إلى هذه اللحظة التي سيحتفظ تاريخ الصحافة والإعلام في الجنوب بتفاصيلها في صفحة مشرفة. إلى ذلك أكد الزبيدي أن الإعلام الجنوبي قدم تضحيات جسيمة في معركة الدفاع عن الوطن وهويته وحريته، وكان رفيقا ورديفا للقوات المسلحة الجنوبية وللمقاومة الجنوبية الباسلة في معارك تطهير الوطن وتحريره. قد قدم الإعلام الجنوبي تضحيات جسيمة في معركة الدفاع عن الوطن وهويته وحريته، وكان المرآة الناقلة ليوميات النضال السلمي لشعبنا والمعبر عنه بقوة. رغم شحة الإمكانات كما كان رفيقا ورديفا للقوات المسلحة الجنوبية وللمقاومة الجنوبية الباسلة في معارك تطهير الوطن وتحريره من جحافل الغزو وقوى الإرهاب والتطرف ونقل الصورة الكاملة لانتصاراتهما، إننا اليوم نتذكر باعتزاز ما سطره الإعلام الجنوبي من ملاحم خالدة وما أدى من رسالة وطنية وما قدم من تضحيات جسيمة، وإذ نقف بإجلالا في هذا المقام لتحية شهداء الإعلام الجنوبي الحر. ينضمنا صلاح العقل المتحدث باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأول للصحفيين والإعلاميين الجنوبيين من عدن. صلاح، لك أن تطلعنا على آخر المستجدات في مؤتمر الصحفيين الجنوبيين الأول. نعم، تمت بحمد الله اليوم وقائع الجلسة الافتتاحية، وكانت في الفترة الصباحية، وفي ختام الجلسة التي استقبل من خلالها اللجنة أو استقبلت اللجنة التحضيرية المشاركين في هذا المؤتمر من كل المحافظات الجنوبية ومن العاصمة عدن، تم قراءة ورقة علمية تحليلية أعدت من قبل اللجنة العلمية التي يرأسها الأستاذ دكتور باسم منصور، ووضعت للنقاش أيضا هذه الورقة، وأغلقت الجلسة على هذه الورقة، ومن المنتظر أن يجتمع بقية أعضاء ومندوبي المؤتمر في الجلسة المسائية التي ستتم بالنسبة للمشاركين من خارج العاصمة عدن داخل الفنادق، وإما بالنسبة للمشاركين من داخل العاصمة عدن فسيتجهوا إلى إحدى قاعات العاصمة التي حددت من قبل اللجنة التحضيرية لعقد الجلسة المسائية الخاصة باليوم الأول لوقائع مؤتمر الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين. نعم صلاح، شكرا لك. أما الآن سنبقى مباشرة من عدن، معنا سالم الشاحث نقيب صحفيين بمحور حضرموت، معنا من المهرة. أرحب بك أستاذ سالم معنا في هذه النشرة، وبداية ما تقييمكم للجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وكيف رأيتم الإقبال من قبل الصحفيين والإعلاميين؟ وفي الحقيقة أنه الجلسة الافتتاحية اليوم للمؤتمر الأول للصحفيين والإعلاميين الجنوبيين كانت تظاهرة ثقافية، تظاهرة صحفية، كانت بالنسبة لنا وللجميع شمس جديدة تشرق من عدن عاصمتنا الحبيبة لتضيء كل جنبات هذا الجنوب الذي يتوج دائما إلى الحرية ويتوج دائما إلى الانطلاق نحو الآفاق الكبيرة. اليوم الحضور كان مذهلا ومدهشا من حيث الكم والنوع، ومن حيث أيضا التمثيل الخارجي الذي حرص الأشقاء والأصدقاء على حضور هذه الجلسة وهذا المؤتمر في رسالة واضحة على أن العالم كله ينظر للجنوب ويلتف حوله ويؤيده في خطواته للانطلاق نحو تحقيق الدولة الجنوبية القادمة بإذن الله تعالى. نعم أستاذ سالم، الإعلام الجنوبي افتقد هذه الخطوة منذ زمن بعيد، وعقب عقد هذا المؤتمر بارك العديد منهم بإنشاء كيان جنوبي صحفي يضم جميع من يعمل في هذه المهنة، ما تعليقكم حول هذا؟
الظروف الموضوعية سابقا لم تسمح ولم تسنح بإعلان بعض الكيانات منظمات المجتمع المدني في الجنوب، ولكن عندما حان الوقت وتهيأت الظروف كان لابد أن تكون هناك خطوات عملية لتأسيس مؤسسات الدولة وبضمنها منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها هذا الكيان نقابة الصحفيين الذي يعد واجهة حقيقية وواجهة كبيرة للمجتمع وللوطن عامة. نقابة الصحفيين الجنوبيين بعقدها الاجتماع الأول تكون قد أعلنت في خطوة سابقة أن الجنوب قادم لا محالة، وأنه ينشد الالتئام مع المجتمع الإقليمي وتحقيق السلام والأمن في هذه المنطقة العربية حتى ننعم بخيراتنا وننطلق ونلحق بركب التطور والحضارة على مستوى العالم. رسالة كبيرة تقدمها نقابة الصحفيين بعقدها هذا الاجتماع اليوم، وبإذن الله تعالى ستنطلق أعمالنا وتقييمنا لكل الخطوات المقبلة من أجل أن يترسخ هذا الواقع الإعلامي الجديد في عدن وفي كل محافظات الجنوب. نعم أستاذ سالم، أخيرا ما الذي يمثل هذا المؤتمر بالنسبة للصحفيين الجنوبيين؟ كما قلت لك هي حياة جديدة لكل الصحفيين الجنوبيين، حياة ملؤها التفاؤل والأمل والالتزام بحرية الكلمة وتقييم رسالة مهنية شفافة، رسالة تخدم المجتمع والتنمية الوطنية. الإعلام مهم جدا في مفاصل الدولة التي تسعى إلى أن تكون دولة مدنية، وبالتالي من هنا يكون لزاما علينا في نقابة الصحفيين الجنوبيين أن نمتهن مهنة الصحافة بكل ما تحمله من حرية واهتمام بمعاناة المواطنين والرسالة الإنسانية عامة. وبالتالي فأن نقابة الصحفيين والقيادة الجديدة التي سيتم انتخابها يوم غد بإذن الله تعالى ستحرص على تنقية الشوائب من هذه المهنة وكل ما لحق بها من السابق، حيث تم تلويث هذه المهنة وإدخال غير المهنيين فيها، ولكن بإذن الله تعالى بدءا من هذا المؤتمر سيتم تنقية النقابة من الأعضاء أو من غير المنتمين لهذه المهنة وتقديم رسالة إيجابية تخدم المجتمع وتطوره. نعم أستاذ سالم، كان معنا مباشرة من عدن سالم الشاحت عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين، شكرا جزيلا لك أستاذ سالم. أما الآن ينضم معنا مباشرة من المكلا الصحفي محمد بن تيسير، ورحب بك معنا أستاذ محمد في هذه النشرة. وبداية، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي شدد على أهمية التنسيق مع الإعلام العربي والأجنبي، برأيك ما أهمية هذه النقطة؟ أهلا بك أستاذ نعمة وبالأستاذ سالم الشاحث ومن قبلها الأستاذ صلاح العاقل، وأهلا بالسادة المشاهدين على قناة الغد المشرق. بالتأكيد الخطوة اليوم هو انتصار للإعلام الجنوبي وإكمال مسيرته من الشأن الداخلي إلى الشأن الخارجي والشأن الدولي، وبطريقة رسمية ومن بوابة كبيرة جدا، وهي بوابة النقابات وبوابة المؤسسات الغير حكومية، والتي تصبح اليوم بمثابة مظلة للصحفيين. يعني الإعلام الدولي والإعلام العالمي، التنسيق اليوم النقابة ستكون هي بمثابة همزة وصل بين الإعلاميين الجنوبيين وبين المؤسسات الإعلامية الدولية والعالمية، وخصوصا أن الإعلام الجنوبي والإعلاميين الجنوبيين تعرضوا للقمع خلال فترات طويلة جدا وخلال عقود في الفترات الماضية، ولم يجدوا من ينصف
للأسفهم ولم يجدوا من يوصل مظلمتهم إلى العالم وإلى المؤسسات الحقوقية الدولية التي تهتم بشؤون الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين. كلمة اللواء إدريس الزبيدي اليوم واضحة، ونحن أولا نهنئ الجنوبيين ونهنئ حتى الإعلام الدولي والإعلام العالمي بولادة اليوم كيان جديد. وهو الحقيقة الكثير يقول أن هذا عبارة عن انسلاخ وعبارة عن شق صف الصحفيين، ولكن هو عبارة عن حق. اليوم حق سلب منا لعقود، اليوم نحن الجنوبيين نسترده عبر هذا الشيء ونعيد الاعتبار للإعلام الجنوبي ونشكل مظلة للإعلاميين الجنوبيين تشكل لهم حماية، تشكل لهم وقاية، أيضا تشكل لهم مرشد، وكذلك هي بمثابة جهة رقابية. نتمنى أيضا يعني كما ذكر الأستاذ سالم الشاحث قبل لحظات أن تكون بمثابة رقيب من الشوائب التي أدخلت على هذه المهنة ومن الأشخاص الذين يدعون أنهم ينتمون إلى هذه المهنة وهم يقومون بتشويهها. نتمنى من يعني لهذا المشروع الكبير النجاح، وهو إن شاء الله ناجح، وأيضا نتمنى إن شاء الله مزيد من التنسيق مع المؤسسات الدولية. اليوم الحضور الإعلاميين الدوليين، حضور الكثير من مندوبي مؤسسات الإعلام الدولية، حضور الكثير من الإعلاميين من خارج الوطن، هي رسالة كبيرة وقوية جدا إلى أن هذا الكيان منذ بدايته ونشأته بدأ بتنسيق دولي وبدأ بتنسيق كبير جدا وواسع. نعم أستاذ محمد، من وجهة نظركم كيف سيسهم المؤتمر في الارتقاء بالإعلام الجنوبي، وكيف سيساهم أيضا في إيصال الرسالة الإعلامية للداخل والخارج؟ طبعا اسهامات كبيره جدا. اولها انه بيكون بما مثل ما قلنا بمثابه رقيب على الاعلام، وبنفس الوقت بمثابه دعم وسند لكل الاعلاميين الذين تعرضوا للانتهاكات، المؤسسات الاعلاميه اللي تعرض للانتهاكات، ايضا بمثابه مسهل كثير من الاعلاميين لاداء مهامهم. اليوم عندما يذهب الصحفي او الاعلامي الى اي مؤسسه حكوميه، الى اي مكان يريد ان يقوم بمهامه الاعلاميه وتغطياته الاعلاميه، بالتاكيد عندما يحمل بطاقه هذا الكيان فان هذه البطاقه وهذه الرساله ستوجه له او ستعمل على تسهيلات كبيره جدا له في الداخل. ايضا هذه النقابه ستعمل على الربط بين الاعلاميين من خلال تقديم الدعم الفني، تقديم الدعم القانوني، تقديم الاستشارات. ايضا نتمنى انه ان شاء الله تقوم بالتدريب والتاهيل لهؤلاء الصحفيين، ونتمنى ان شاء الله ان يبدا هذا الكيان بفتح مكاتب له في كل المحافظات الجنوبيه وليس فقط في العاصمه عدن، والا يحتكر على العاصمه عدن. ايضا نتمنى ان يكون هناك انضمام الى الاتحادات الدوليه، وان يتم عقد بروتوكولات واتفاقيات تعاون وشراكه مع مؤسسات اعلاميه دوليه ومع اتحادات ونقابات دوليه اخرى، حتى يسهل بحيث ان الصحفيين والاعلاميين الذين يحملون بطاقه هذه النقابه يحصلون ايضا على تسهيلات في الخارج وليس فقط في الداخل. وهذا بالتاكيد يسهم بشكل كبير جدا في تسهيل العمل الصحفي وتيسير العمل الصحفي. نحن على مدى سنوات ونحن نطالب ونحاول الحصول على بطاقة أو عضوية في نقابة الصحفيين، ولكن لم نستطع الحصول عليها بكثير من الحجج الواهية. اليوم إن شاء الله هذه فرصة لنا ولكل الصحفيين بأن يحصلوا على بطائق عضوية في نقابة الصحفيين، أن يكون لهم الحرية في اختيار من يمثلهم ومن يكون نقيب لهم، أيضا أن تكون بمثابة رافد لهم، وبنفس الوقت تكون بمثابة موجه لهم، وخصوصا أنها تحتوي على كثير من الخبرات والقيادات والصحفيين الكبار الذين عاصروا أزمنة كبيرة والذين مرت عليهم سنوات طويلة جدا من العمل الصحفي ومن العمل النقابي. وهذا شيء جميل جدا أن
أن تبدأ بمثل هذه القامات والهامات الكبيرة والإعلامية والنقابية، فهم إن شاء الله سيكونوا بمثابة موجه لنا. بالتأكيد نحن الشباب ليس لدينا خبرة في العمل النقابي بالذات، ربما امتلكنا الخبرة بالعمل الصحفي، ولكن بالعمل النقابي اليوم سيكونوا هم إن شاء الله القدوة لنا، ونحن سنتعلم منهم. وإن شاء الله نتمنى النجاح ونتمنى التوفيق ونتمنى إن شاء الله التعجيل والتسريع في فتح مكاتب في كل المحافظات وليس فقط في العاصمة عدن، وأن تتاح المجال لكل الصحفيين الجنوبيين بأن يكونوا تحت مظلة هذه النقابة إن شاء الله. طيب أخيرا أستاذ محمد، كما تابعنا المؤتمر ضم حضور جماهير عربي وأجنبي، برأيك ما أهمية مشاركة الصحفيين من خارج الوطن وما دلالات هذه المشاركات؟ طبعا وجود صحفيين دوليين هذا له أهمية كبيرة جدا، وهؤلاء الصحفيين لم يحضروا فقط للتغطية الإعلامية أو كموافد لمؤسساتهم الإعلامية، بل حضروا كضيوف شرف، كأصحاب خبرات، كأصحاب تجارب سابقة، كمؤمنين بقضية أن الصحفيين الجنوبيين يجب أنهم لهم الحق في أن تكون لهم نقابة تمثلهم. وهذا يعطي رابط ويعطي دليل ويعطي أهمية كبيرة جدا أنه اليوم الجنوب اليوم ليس كالجنوب الأمس، وأنه اليوم الصحفيين الجنوبيين استعادوا حقهم بحضور دولي وليس في قاعات مغلقة. يعني كان في السابق في ما قبل 10 سنوات إلى 7 سنوات كثير من الصحفيين الجنوبيين حاولوا إقامة نقابة وحاولوا إقامة حتى ولو اتحاد وكيان صغير، ولكن تم مداهمتهم من قبل الأمن المركزي، من قبل الحرس الجمهوري، من قبل كل قوات النظام السابق، ومن كل القوات حاولت منعهم وردعهم لدرجة أنهم يقيموا أو يحاولوا إقامة هذا الكيان داخل صالات وغرف مغلقة. اليوم أصبحنا نؤسس هذا الكيان ونعلن هذا الكيان أمام العالم وفي صالة مفتوحة وفي بث مباشر مفتوح على القنوات وبحضور إعلاميين دوليين وبمباركة دولية. هذه الحضور هي مباركة دولية، وهي دلالة على أنه الإعلام وأن الزملاء الإعلاميين في العالم وفي الدول الأخرى باتوا يعرفون بالمظالم وبالأحقية الجنوبية في أن تعود كل مؤسساتهم وليس فقط نقابة الصحفيين الجنوبيين، كل المؤسسات الجنوبية إن شاء الله ستعود كما كانت وأفضل إن شاء الله. نعم، كان معنا من المكلا مباشرة الصحفي محمد بن تيسير، شكرا جزيلا لك. ناقشت خلية الأزمة في اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك مستوى تنفيذ الإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية بموجب التوجيهات الرئاسية. أوضحت خلية الأزمة التي شكلها المجلس الرئاسي أن السلع الأساسية المعفى من الرسوم الجمركية هي القمح والأرز وحليب الأطفال والأدوية بجانب الدقيق وزيت، والتي لم تتأثر نهائيا بهذا القرار. ووجهت الخلية الوزارة والجهات ذات العلاقة بتكثيف الإجراءات الرقابية لضمان عدم استغلال القرار في فرض أي زيادة سعرية. قدم المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرغ إحاطته الأولى لمجلس الأمن الدولي في 2023 دون أن تتضمن الإحاطة أي تدابير أو مؤشرات باعثة على الأمل مع استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية بالتنصل من مسؤولياتها تجاه استحقاقات اليمنيين. في إحاطته الأممية أمام مجلس الأمن، قال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جرونبرغ إلى أن هناك حراك دبلوماسي مكثف خلال هذه الفترة لإنهاء الحرب في اليمن، معربا عن أمله أن يتمكن من البناء على هذه المناقشات لضمان أن يتيح عام 2023 مستقبلا أكثر سلاما وازدهارا لرجال ونساء اليمن. وأشار جرونبرغ في بيانه على استمرار الأنشطة العسكرية على خطوط الجبهات وتحديدا في محافظات مأرب وتعز والضالع والحديدة ولحج، وكذلك على طول منطقة الحدود السعودية اليمنية، في إشارة إلى الأعمال العدائية من قبل الميليشيات الحوثية. إلى ذلك أكدت الحكومة في بيانها أمام الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية في تعميق حجم المعاناة الإنسانية لليمنيين من خلال تلاعبها بالاقتصاد اليمني واستمرار هجماتها الإرهابية وعرقلتها لكافة جهود السلام. كما لفت البيان إلى إبداء الحكومة المرونة المطلقة للتخفيف من المعاناة الإنسانية، وشدد الجانب الحكومي على ضرورة انتقال مجلس الأمن والمجتمع الدولي من إدانة الأعمال الإرهابية التي
ارتكبتها وترتكبها الميليشيات الحوثية إلى العمل الجماعي لردعها. من خلال إدراج الميليشيات في قائمة مجلس الأمن للجماعة الإرهابية كوسيلة ضغط للعودة إلى مسار السلام والعمليات السياسية. وخلال الجلسة قال نائب مندوبة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة السفير محمد بوشهاب إن المجتمع الدولي والأطياف اليمنية عازمون على إنهاء الحرب بالرغم من امتلاك الميليشيات الحوثية سجلا كبيرا من الانتهاكات في حق الشعب اليمني. كما وأكد خلال الجلسة دعم بلاده الدور المهم للسعودية وعمان لإنهاء الأزمة في اليمن. هذا وأكد مندوب السعودية لدى مجلس الأمن السفير عبد العزيز الواصل أن تصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية بات أمرا ملحا، وقال إن المملكة لم تلمس أي رغبة حقيقية من الحوثيين لإنهاء الصراع في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل. كما وطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات أكثر صرامة بحق الحوثيين في حال استمرار مماطلتهم تجاه عملية السلام. تجددت المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية والميليشيات الحوثية في العديد من جبهات القتال بمحافظة تعز. وقال مصدر عسكري إن مواجهات عنيفة اندلعت بين القوات الحكومية والميليشيات الحوثية في جبهات تعز المختلفة الشرقية والغربية للمدينة، وتركزت المواجهات في جبهة حذران غربا وعصيفرة شمالا وكلابة ووادي صالة وتشريفات شرقا بحسب المصدر. تناولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع للإرهابي باطرفي يحاول من خلاله التستر على حجم الهزيمة التي مني بها تنظيم القاعدة الإرهابي جراء عمليتي سهام الشرق وسهام الجنوب، كشفها للتخادم بين التنظيم وميليشيات الحوثي. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. لم يحظ الإرهابي باطرفي بقبول كل قيادات التنظيم رغم قيادته للجناح العسكري أيام زعامة الريمي، خصوصا بعد إعدامه لسبعة من قيادات القاعدة عرضوا زعامته للتنظيم. ونجحت عملية سهام الشرق وهي عملية عسكرية للقوات الجنوبية في أبين في عزل تنظيم القاعدة عن أكبر معاقله منها وادي عمران شرقي مودية، وانتهجت القاعدة أسلوب العبوات الناسفة كآخر أسلحتها في مواجهة القوات الجنوبية، فيما تراجعت غالبية مقاتليها إلى محافظة البيضاء حيث توفر فيها ميليشيات الحوثي ملاذات آمنة للتنظيم الإرهابي. وما بين ملاذات الحوثي وملاحقة التحالف وواشنطن وعمليات القوات الجنوبية بات باطرفي هدفا إرهابيا دوليا. تنظيم القاعدة وميليشيات الحوثي في اليمن يخرجان من مشكاة واحدة مع اختلاف بسيط في تفاصيل التصنيع، فالأولى مرت عبر قنوات إيران في طرق عودتها من أفغانستان، والثانية صنعت في إيران حيث حظي ناصر الوحيشي الذي عاد إلى مسقط رأسه محافظة أبين لتزعم أحد أخطر فروع التنظيم في العالم بذات الرعاية التي حظي بها حسين الحوثي لتشكيل معقله الأم شمالي اليمن. خلايا القاعدة المتناثرة كانت تحت التوجيه المباشر من أسامة بن لادن وأيمن الظواهري، وفي مرحلة لاحقة بعد متغيرات عديدة تولى قيادة التنظيم في اليمن تباعا محمد الديب مصري الجنسية، قتل في مصر في مواجهات مع القوات الأمنية هناك، تلاه النجار الذي أعدم أيضا في مصر، وبعدها تولى أبو محضار القيادة وهو من جناح محسوب على بن لادن، وبعد عزله تولى القيادة إبراهيم البنا ويكنى أبو أيمن المصري وهو مهندس اندماج خلايا القاعدة، وهي المرحلة المعروفة بالاندماج الأول، ثم قائد الحارثي المكنى أبو علي الحارثي. وفي عهده نشطت القاعدة إجراميا حيث شملت عملياتها المدمرة الأمريكية كول، وتولى القيادة بعده العولقي ثم لحيشي الذي وقع في مصيدة الطيران الأمريكي عام 2010 في شبوة، وسيطرت القاعدة على المكلا واتخذت منها منطلقا لعملياتها في اليمن. وفي عام 2016 بدأت قوات التحالف العربي حربا هي الأشد ضراوة على التنظيم ابتداء من تحرير المكلا في حضرموت وانتهاء بدك معاقله في المنصورة في عدن ومحافظتي أبين وشبوة. قالت تقارير حقوقية أن ميليشيات الحوثي تمتلك 83 مركز لاستقطاب وتجنيد الأطفال تتوزع ما بين مقرات في القرى والأحياء السكنية إضافة إلى المعسكرات التدريبية.
أكدت تقارير حقوقية يمنية امتلاكها معلومات عن تأسيس الميليشيات الحوثية 83 مركزا للاستقطاب وتجنيد الأطفال تتوزع ما بين مقرات في القرى والأحياء السكنية والمساجد والمدارس والمراكز الصيفية إضافة إلى المعسكرات ودوائر الأمن الخاضعة للميليشيات. يأتي ذلك في وقت كشفت فيه شهادات أطفال يمنيين في محافظة عمران عن خطط الميليشيات الحوثية في استدراجهم، وذلك عبر إغرائهم برحلات سياحية وأموال ومن ثم اقتيادهم إلى معسكراتها، حيث تجري لهم دورات ثقافية لغسل أدمغتهم وإقناعهم بمشروعها. وفي الأسابيع الأخيرة من العام الماضي شكت أوساط مجتمعية في عمران من عدم اكتراث الجهات الأمنية التابعة للميليشيات ببلاغات أسر 6 أطفال اختفوا خلال تلك الفترة، في حين يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة الميليشيات روايات عن اختفاء عشرات الأطفال أو محاولات يومية لاختطافهم من الشوارع. ورغم تلك الشكاوي فإن التقارير الأمنية الصادرة عن الجهات التي تسيطر عليها الميليشيات وتديرها تتجاهل جرائم اختطاف الأطفال. مراكز حقوقية عدة اتهمت ميليشيات الحوثي بنقض اتفاقياتها التي وقعتها العام الماضي مع الأمم المتحدة بشأن حماية الأطفال ومنع الانتهاكات الجسيمة بحقهم واستمرارها في تحشيد وتجنيد الأطفال وإشراكهم في القتال، وجندت أكثر من 26 طفلا بعد توقيع تلك الاتفاقية بحسب حقوقيين يمنيين. هذا وكانت تقارير حقوقية ذكرت سابقا أن قياديا حوثيا يدعى محمد زبيبة يعمل مشرفا في حي مسيك في صنعاء، وأنه هو المسؤول المباشر عن كل حملات تجنيد الأطفال في المدينة، حيث يقوم باستقطاب المجندين الصغار. وسبق للمدعو زبيبة توزيع إعلانات على جدران المدارس وشوارع وأزقة حي مسيك يدعو فيها الأطفال إلى التوجه للجبهات، حيث ارتبطت شهادات العديد من الأطفال الضحايا باسمه في مرحلة الاستقطاب. النشرة مستمرة وتتابعونا فيها بعد فاصل قصير. العاصمة عدن تحتضن مخيما طبيا مجانيا للأمراض النفسية والعصبية والإدمان. أهلا بكم من جديد. أعلنت فرنسا تقديم مساهمة إضافية قدرها بليون يورو لخطة الإنقاذ التابعة للأمم المتحدة لناقلة النفط صافر. وقالت الخارجية الفرنسية في بيان أن هذه المساهمة الإضافية التي ترفع إجمالي مساهمة فرنسا إلى أكثر من 2 مليون يورو تؤكد التزام باريس بحماية البيئة في المنطقة ودعمها المستمر لخطة الأمم المتحدة لإنقاذ ناقلة صافر. أقام البرنامج الوطني للصحة النفسية والعصبية بعدن مخيما طبيا مجانيا للأمراض النفسية والعصبية والإدمان. المخيم يستمر لمدة أسبوع ويشهد مشاركة نخبة من الأطباء المختصين في هذا الجانب. برعاية وزير الصحة والسكان أقام البرنامج الوطني للصحة النفسية والعصبية التعليمي بعدن المخيم الطبي المجاني للأمراض النفسية والعصبية والإدمان. هذا المخيم هو يستمر على مدى أسبوع من الأحد إلى يوم الخميس القادم 5 أيام، يحضرك نخبة من الأطباء النفسيين والباحثين لغرض دفع وتلمس وعلاج الحالات النفسية التي يوصل إليها معظم أبناء الشعب اليمني نتيجة للتراكمات والحروب المستمرة. هذا المخيم المجاني الذي ترعاه كل من وزارة الصحة والشركات الداعمة، ومن ضمنها شركة العابد التي تقيم المخيمات العديدة في محافظة عدن والمحافظات المجاورة ومنها لاحق الضالع، والعديد من المخيمات التي قمنا بها للأمراض الضغط والسكر والكوليسترول، الآن اتجاهنا الآخر لأمراض الحالات النفسية والعصبية في هذه المحافظة، وسنقوم بعدة مخيمات بإذن الله تعالى في هذه المحافظة للأمراض العصبية والنفسية. المخيم الطبي يستمر لمدة أسبوع ويشارك فيه نخبة من الأطباء المتخصصين في هذا الجانب الذين يقومون بمعاينة وعلاج عدد كبير من الحالات، إضافة إلى صرف الأدوية المجانية للمرضى التي قدمتها شركات عدة.
هذا المركز طبعا يقدم خدمات كبيرة. طبعا أولا يقدم استقبال المرضى في العيادات، وكذلك يقدم استقبال الحالات الصعبة، ويعمل على تمديده في الأقسام. والأخ المدير العام طبعا ثابت قاسم باسل حفظ الله يعني يساعد أهالي مراد كثير بالنسبة للرسوم، ما رسوم يتجاوز عن حاجات كبيرة. نقدم جزيل الشكر للدكتور ثابت قاسم محسن مدير عام سفران بغنشية والشركات الراعية الذين قاموا بتدليل الصعاب والقيام بهذا المخيم الذي سوف يصل إن شاء الله إلى أهدافه المحققة ومرجوة من خلال استقبال أكثر من 500 إلى 700 حالة مرضية من مختلف محافظات الجمهورية. نتقدم جزيل الشكر والتقدير لكل القائمين على هذا المخيم. دكتور طلال الله يحفظه، كل اللي قدمنا عالقنا، ولا كنت ما عارف لا أمي ولا كنت أقول شياطين البنات شياطين، كسرت الدواليب بس أجيت لعند الدكتور طلال والله ما في أفضل منه. الحالات المرضية زادت بصورة مخيفة وفي تفاقم متواصل، وحسب تقارير صادرة عن منظمات دولية تؤكد أن 8 ملايين يمني يعانون من مشكلات نفسية، وأن الحرب والظروف الصعبة التي نتجت عنها والأوضاع المعيشية أسباب رئيسية لزيادة الحالات. وتؤكد ذات التقارير أن واحدا من بين كل 3 أشخاص على الأقل أصيب أو تأثر نفسيا، وكل هذا يدل على بشاعة الحرب الحوثية التي لم تسلم منها حتى عقول اليمنيين. صالح حنش، الغدو المشرق، عدن. قام وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي ومحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي بزيارة منشأة بروم للغاز بمدينة بروم. مؤكد وزير النفط حرصه على نقل خزانات الوقود من منطقة خلف بالمكلا إلى الموقع المخصص لها بمدينة بروم بعد استكمال دراسات وإنزال المناقصة الفنية لإنشاء خزانات بسعة أكبر مزودة بمنظومة متطورة ومتكاملة للأمن والسلامة بتقنيات عالية. أما الآن إليكم التذكير بأبرز العناوين. العاصمة عدن تشهد انطلاق المؤتمر الأول للصحفيين الجنوبيين. الحكومة تؤكد استمرار الميليشيات الحوثية في تعميق حجم المعاناة الإنسانية لليمنيين ورفض خيار السلام. تقارير حقوقية تتهم ميليشيات الحوثي بإنشاء 83 مركزا لتجنيد الأطفال. نلقاكم مجددا على خير في أمان الله.